قناع ولا اقتناع لما قلت إن برنامج مانشيت وإنه برامج الصحافة أو الصحافة التلفزيونية ماركة مسجلة باسمك؟ إن برامج الصحافة التلفزيونية؟ لا، برنامج مانشيت. برنامج مانشيت نفسه؟ آه، ماركة مسجلة باسمك. هقول ده وأول مرة أقولها. أنا من المذيعين اللي ما بيتقالش برنامج مانشيت. أنا المذيعين اللي بيتقالوا برنامج جابر. زي الممثل اللي يتقال الفيلم بتاع فلان، فيلم فلان مش فيلم كذا. لا، فأنا نجم في حتتي دي. حد هيعترض يقول ده تكبر؟ لا، مش تكبر، ده واقع. فأنا شايف إنه أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا شوارعي رقم واحد في مصر. شوارعي صديق للشارع بمنتهى الأمانة. أحب الناس جدا، أنزل في وسطهم حتى لو هم مش قابليني، لازم أنزل في وسطهم. فكرة التحقيق الخارجي دي مش كتيرة في مصر، فأنا شايف إن التحقيق الخارجي ده، يعني جابر القرموطي هو اللي خد العين، مش برنامجه هو اللي أخد العين. اللي أخد العين؟ يعني آه، يعني العين بقت على جابر مش على برنامجه. حلو السؤال، حلو أوي السؤال ده، أحسن سؤال. طب قولي، رد علي. مع إنه الصحفيين كانوا زعلانين يعني، بس مش كلهم طبعا، بس آه البرنامج خد عين. البرنامج جابر خد عين، بس جابر طبيعي، طبيعي، مش فكرة الحسد، لكن فكرة إنه ليه المساحة دي كلها.